اتصلت علي اخت يمكن تسمعني الحين امبارح في الليل، قالت لي تبغى تعيش زمنك وزمن غيرك. اختي قل شو خص الزمن وشو خص الوقت؟ انا باخذ زمني وغيري بياخذ زمنه والثالث بياخذ زمنه. شو قصدك يعني؟ قصدك ان انا يعني في الخمسينات واغني وارقص؟ انا بقول لك حاجه واحده، ما بقول لك انت، انا ما ضدك انت، لكن بقول لك حاجه واحده ان جنرال يعني حق كل حد. الحين يوم تسافرون هولندا، بريطانيا، امريكا، اي مكان، وتمشون الصبح من وقت وتشوفون عيوز عمرها 70 سنه وتركب يلدها شيها متدلدل، شو تقول؟ الله كيوت، الله شوف ايش قاعد الحليله محلاته جالسه تركب. وليش انا ترى انا قلت بلادكم بعد انا مستانس، وليش انا تعيش زمان وزمان؟ انا بسالكم سؤال، يبقى الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان، هل يحط عليه ان يستكر اكسبايري ديت مالك في وقت معين؟ ما حد يعرف عمره متى بيموت، ما حد ابدا. دام انك عايش زين، والفناخر هذيل يشمون الهوى، والفلافل الاسيده يشمون الهوى، ليش ما عيش؟ تدرون ليش نسبه السكر عندنا نحن في الامارات هني اعلى نسبه في العالم؟ تدرون ليش؟ لان كل واحد استوى عمر 40 سنه حزن. ابو فلان قوم سير المكان، يا ريال كبرنا على هالسوالف. شو كبرت خالي؟ 40 سنه انت كبير؟ قول لي 140 سنه بقول لك كبير. انا محمد البلوشي بين قوسين ذا كينج، تدرون متى بشوب؟ يوم بموت، اخر يوم. ما دام اني اير نسخ فانا حي، انا اتنفس اذا انا حي، انا اتحرك اذا انا حي، انا امشي اذا انا حي. يا يزن هنا في اوروبا عمره 80 سنه السوق سيكل وسير الجيم، وانتو عيايزنا هني خلتوه المحلير نسير عيايزن، مو بعيايز انا بوج عمر حرمش كبرج عيوز. شو عيوز؟ عمره 50 سنه عيوز، 60 سنه عيوز. يا جماعه الخير حرام عليكم، عيوز 160 سنه. تفكيركم انكم شوبتوا ولا عيستن ولا خلاص ما نقدر، يجيب لكم الضغط والسكر، هذا اللي يجيب المرض، تفكيرك انك انت انتهيت. اكبر مشكله عنده هني بني عمره 30 35، لا هاي عوده. شو عوده؟ عوده في عينك، عوده شو؟ 35 سنه عوده؟ لا هاي مو مال زواج. ليش؟ انزين، ما في حد يكبر، ما في حد يكبر، ما دام انك انت تفكر عمرك انك شاب مثلي انا. طبعا الشيب ما اخليه يدخل في حياتي، ولا بعطي فيزا وبحط له بلوك وبلاك ليست انه يدش في عالمي انا، ممنوع بعيش.